وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف يوسف محمد علي، مدير السياسات السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، وحبذا لو تطلعنا على أبرز المعايير التي حققتها مملكة البحرين في مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مما جعلها تحصل على مكانة متقدمة في هذا المجال المهم، وتصنيفها أيضا ضمن الفئة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مساء عليكم على السادة المشاهدين، وأشكركم على الاستضافة الكريمة. طبعا تم هالإنجاز بدعم من مقام حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، وإشراف سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي. طبعا تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى والأعلى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني لسنة 2024 دليل على نجاح رؤية وسياسة القيادة الرشيدة والجهود اللي تبذلها المملكة في بناء بنية تحتية رقمية آمنة. وهالشيء يؤكد على جاهزية المملكة في التعامل مع التحديات السيبرانية، ويعزز من ريادة المملكة على مستوى الحماية السيبرانية واللي تساهم في تطوير الاقتصاد وتعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية للمملكة. هالإنجاز الوطني يعتبر نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني واللي أشرف عليها المركز الوطني للأمن السيبراني برأس الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة رئيس التنفيذي، وجهود منتسبي المركز والجهات المتعاونة. طبعا في هالفترة تم تنفيذ عدد من المبادرات واللي كانت بناء على أفضل معايير والمؤشرات العالمية. نعم أستاذ يوسف، كما نعلم بأن مؤشر الأمن السيبراني يعتمد على 5 محاور أساسية، نود لو تحدثنا عن الأداء المميز لمملكة البحرين في هذه المحاور. يقوم المؤشر بقياس مستوى الأمن السيبراني ضمن 5 محاور واللي هي القانونية والتنظيمية والتقنية وبناء القدرات والتعاون. والمركز حرص على التعاون مع الجهات المختلفة في مملكة البحرين لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ضمن المحاور المذكورة في المؤشر. مثل ما تعرفون تعتبر البحرين سباقة في المحور القانوني بوجود العديد من القوانين المعنية بتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والمركز قام بإعداد الاستراتيجيات والمعايير والسياسات والضوابط بالتنسيق مع منظمي القطاعات في البحرين لتعزيز المحور التنظيمي. وحرص المركز على تفعيل العديد من الأنظمة والتقنيات والإجراءات للتصدي للتهديدات وحماية البنية الرقمية للبحرين واللي يعزز من المحور التقني في المؤشر. وقام المركز بتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتدريبية، وقامت المؤتمر الدولي العربي للأمن السيبراني بنسخته لبناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية. وحرص المركز على تعزيز التعاون المحلي والأقليمي والدولي عن طريق المشاركة في المنظمات الدولية ومؤتمرات والتمارين وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجال الأمن السيبراني. تقدم مملكة البحرين ونجاح السياسات والجهود اللي تعزز من مستوى الأمن السيبراني. نعم أستاذ يوسف محمد علي، مدير السياسات السيبرانية بالمركز الوطني للأمن السيبراني، شكرا جزيلا لك.